ما عم صدق سيت امبوسيبل عن جد يا سموحه نمتي ليله كامله بالسجن؟ لك الله يسامحك يا سميحه، معقول بصير معك هيك شيء؟ لك ما بتتصلي؟ لك ما بتخبرينا؟ قولي قولي نحن لرفقاتك. اخ الله لا يورد شكون اللي شفته. ايه اللي شفته بهي النظارة ما حدا شافه. ليش شو شفتي؟ قولي شو ما شفت. ايه الصراصير اللي قولي سموحة اذا بتريدي ما تكلمي، وعى قلبي على الارض عن جد في صراصير. شلون نمتي؟ امين قلك اني نمت ما نمت. يا ربي ما بيصير، ادارة السجون لازم يكونوا جنتل كتير ويوزعوا بخباخ على كل المساجين لانه في حشرات طائرة وزاحفة. بدي اسألك في نمل؟ في كل شي بتتخيله. يا الله ان شاء الله هيك بحياته ما بيصير معي ولا اكسيدنت مشان ما اضطر افوت نام بالسجن. قولي علي عليك يا سموحة علمتي ليلة كاملة. يا والله انا خمس دقايق ما بتحمل. معقولة سامي؟ معقولة ما بتتحمل ليلة واحدة بالحبس؟ وعلى اساس بيقولوا الحبس للرجال. ايه مشان هيك اذا الحبس للرجال معناته انا وسموحة ما دخلنا. شكرا. اهلا وسهلا. شو طيبة؟ طيبة. على فكرة كنت بدي أقوله للجرسون يحط لك فيها شوي، يعني عشان ما تغيري شكل. هو ما كنت تنسى القصة بقى؟ صحيح، قلت لي إنه كان في سوء تفاهم، فيني أعرف شو هو؟ بصراحة اسمعي يا أستاذ وسيم، أنا هاي الطريقة ما بحبها بنوب. يعني بهذا العصر ما بيصير ارتباط عن طريق الوسيط أو بالمراسلة، والشاب اللي بيبعت امه لتخطب له وحده بعمره ما حكى معها بينزل من عيني. بفهم من حكيك انه هلا انا نزلت من عينك يعني؟ ايه قبل ما اعرف انه اللي بالبيت هي امك نزلت من عيني. ايه ولما عرفتي شو فرق الموضوع عندك؟ ما بعرف، بس الانطباع اللي كنت اخذته عنك انه انت واحد جريء وواثق من حالك. يعني انت ليش ما فكرت تحكي معي قبل؟ صراحة خفت تفهميني غلط. شلون يعني؟ بيكي يا انسانة، أنا مو من هدول الشباب تبعت اليوم، وما بحب إني أطلع وإجي مع بنت بدون ما يكون في بيني وبينها مشروع ارتباط جدي. بصراحة أكثر أنا ما بحب أكون من هدول اللي بيضيعوا وقتهم على الفاضي. فيني أقول لك إنه تجربتي السابقة بالخطبة هي اللي علمتني هذا الشيء. ورغم هيك كان لازم تحكي معي بالأول. ما بعرف يمكن، بس بتصدقي إني خفت ترفضي الفكرة وتصديني؟ هلأ ممكن تقولي عني جبان أو متردد أو خجول بغض النظر، بس هذا اللي صار، ومثل ما بيقولوا حبيت إني فوت من الباب. حلو إنك تفوت من الباب، بس يمكن كان طريقة الدقة غلط. بفهم من حكيك يعني أنا لو حكيت معك وطلبت إيدك كنتي وافقتي؟ لا طبعا. لا كيف يعني؟ يعني كيف بدك يعني وافق على شخص أنا ما بعرفه ولا بعرف عنه شيء؟ إيه بسيطة، فيك تروحي تسألي عني وتعرفي كل شيء بدك إياه. اسأل عنك؟ أنا هاي الطريقة ما بحبها بنوب، يعني أنا بفضل اكتشف لحالي، وانطباعي الشخصي هو اللي بيحدد لي خياراتي. معك حق، يمكن كون أنا دقة قديمة. أي وأنا دقة قديمة بس على طريقتي. إيه شو هي هالطريقة بقى؟ ما حقلك، اكتشفها لحالك. بفهم من حكيك إنك حتعطيني فرصة إني اكتشفها. أي طبعا. أوكي إذا هيك ريحتيني. في شغلة مهمة لازم تعرفها، أنا كتير بشبهك. بشو؟ يعني أنا ما بطلع مع شاب إلا إذا كان في مشروع ارتباط أو حتى فكرة، وهذا الشيء اللي بيزيد إعجابي فيك. أهلا وسهلا، تفضل. بس نحن ما طلبنا عصير. هدول ضيافة من صاحب المحل للأستاذ وسيم. شكراً، سلم لي عليه. الله يسلمك، أهلا وسهلا. شكراً. شو أنت وين ما رحت بتضيف؟ هذا على الأقل تقدير. صحيح، هاتي نشوف. احكي لي عنك، ما حكيتي لي شيء.